200 حالة انتحار في العراق خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2019. كل 40 ثانية أكو شخص بالعالم ده ينتحر. الكل مأمور أن يزرع أملاً في نفس هذا الشاب. يعني هنا يكون أكو يمكن مرض نوع من الأمراض النفسية ولا هو مجرد دلع زايد؟ بالضبط. من يصير مرحلة بها إيذاء نفس الدلع هنا نحطه على صفحة. أكو شيء أعمق. خاص جداً. الليلة العاشرة بتوقيت بغداد على MBC العراق.